الموبايل بقى. الراحة على العربية. بص عندك كده تحت الكاسيت اهو لقيته؟ اه بس انا عندي 3 في 1. ربي يشحن بس يا عم. يشحن ان شاء الله. فين يا ابني؟ طلعت لك الاوضه ما لقيتكش. بصي ابوس ايدك، انا هقول لك على حاجه بس ما تتعصبيش. نور نسيت الشبكه في البيت ورحنا انا وهي عشان نجيبها. انتوا بتهزروا؟ وهي لما تنسى الشبكه تقوموا تروحوا انتوا بدل ما تبعتوا حد يجيبها؟ خلاص بقى يا ماما، هو ده اللي حصل.